ديجا كنت عضو لجنة تحكيم في الجامشو. اخر كيسيون شنو تقاش مع المورفين في الميرادا شي متاه مفاجاه كيفاش هذا ما كبرت بيه ما ماشي كيسيون ديال كبرت بيه مورفين واحد الدري صاحبي ويلا خرج الالبوم ديالو وجي لو بليزير زعما باش نجيبو لمدينتي زعما اللي هي اكادير وداز الشو زوين وهذا الشيء اللي كان زعما فيدباك كان زوين تبارك الله عليك شكرا نشوف فمن فكرة جدا مسي لتحتمال الضص يملي آمن بلعك